الو هلا عديل معك. هلا 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 ابو عادل، قوه شلونك اخوي؟ مستعيل اشوف. اي لاخوي، لا المذكره زهدت لك مذكره بتشي. هي مذكره، هي مذكره وبس، قصيده شعريه مسويها لك قاصره ملحن. اي والله، لا صدقني والله، باكر تشوفني شلون الحلع في قضيتك بالمحكمه. هي اعتبرها خالصه ولا يهمك ابوي. ادويهي حياك الله ابوي. يا سلام عليكم. نون السلام عليكم. السلام. قوه تراشي. يا هلا يا هلا عجيب. كيف صحتك؟ تفضل تفضل. الله بالخير. يا هلا بالخير. الله بالخير. شو اخبار الشغل تراجي؟ خير خير ما شاء الله. خير خير خير. عسل. الجرايم وكل مالها تزيد. عسل. والمشاكل ازيد وازيد. الحمد لله. اضحك اضحك ببطنك، ايش عليك؟ رزق لك طاو على الخاملات. الله يهدعك، الله يسامحك. يعني انا قدو حشا؟ بلا قدو. لا لا حشا، مو هذا قصدي انا. قصدي. مكرم، مو هذا قصدي. قصدي اللي اقوله انت على الله رزقك على الله وعلى هالجرايم وهالمشاكل هذه. هذا صحيح كلامك عدل. زي ما علينا من الحكي، ايش سويتي مع قضية الإخوان؟ إيه هذا سلمك الله. ايه؟ طلبنا الاستئناف. خوش. إيه والثاني؟ والثاني إيه؟ الثاني هذا موعد جلسة باكر. موعد جلسة باكر. إيه نعم. خوش. أنتي بالله ما تقولي لي يا بنت الحلال، إيش بيني وبين صار لك مدة وأنا كل ما أروح وأرد يا بنت الحلال خلصيني بكرة بعد بكرة، إيش بيني وبينك من عداوة ما تقولي لي إياها وتخلصيني؟ أنت ما تقولي كل ما جيت المكتب وتقعد تناجرني، أنا شو مسويت لك؟ إيش بيني وبينك أنا هني؟ ما تقول لي أنا هني أمشي شغل المكتب، أنا حتى أنا بيت أبوك، أنا ماني خدامة أشتغل عندك، أنا أشتغل في المكتب واللي يعملني فيها هالحبيب هذا. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، يا 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 تراجي الله يهداك، حاولي تكونين بشوشة مع المراجعين. أي بشوشة أي بشة صايرت لهم ديك ولا بالحقرات، هل مرة تبيني أصير بعد لهم بشة؟ ويقولون ليش ما تشغلون الكويتيات سكرتيرات؟ كويتيات ما سكرتيرات؟ كويتيات كذي جباريتهم قاعدات، يلومون لايبنا ناس من برا. حاولي تكونين ظريفة مع المراجعين يا بنت الحلال، حاولي تكونين مع المراجعين، احنا على الله رزقنا على الله وعلى المجرمين. قصدي الأشراف الله يطول لي عمرك. إي حاضر حاضر على أمرك. الله يسلمك بس الله يهداك. سامحوني يا جماعة. وي الشيء هذا ضيع طول عمرك. سوي حريم، لا قلت الحريم هاي نسرع. اي شو تسوي يا اخوي؟ انت طولت وهي قصيره. ليش ابوي؟ يا اخوي اذا انتم قادرين على قضيتي خليني اروح اشوف محامي ثاني. دامج هذا رد حالك، هذا حكي الله يطول عمرك. ايش شلون عيلي؟ لا انا اعتبرها هذه اهانه لك مني. لا انت كرامتك وانت محفوظ ليني على راسي. اخوي شلون تشوف غيري وانا يا اخوي؟ خلص قضيتي يا اخوي. ايه؟ انا عندي بعد اربع قضايا غير هذه. انا حاضر وممنون، وانت ان شاء الله ما تطلع من المكتب الا وراضي وتضحك. وانا والله بالله انا ماني معتبر نفسي محامي لك، انا معتبر نفسي اخو قاعد يدور مصلحه اخاه. عدل هذا اللي انا خابره منك. هذا انا ما ادري بعد الا كان بعد كبر راسك علينا. لو حشا ما عاش اللي يكبر راسه على الحبيب يا حبيب. ايش دعوه؟ الله يسلمك. ما ادري الا قول لي امر القضايا الباجين اللي عندك اللي قلت عنهم الاربع، ايه هم مثل الاوليه سرقه ولا غير؟ لا لا الباجين ايه في شبه منهم. شلون؟ واحدة منهم صدمت لي مرة وأنا سكران طينة منتهي مولية. أوه مدخل مول. هابط حدي. قاع. إيه والثانية؟ الثانية تهاوش لي ويا راعي مطعم. إيه. وكان أسرده بالسكين. أوه. إيه. وكان يقولون سموها
شروق ما هي شروع بالقتل. اي شروع بالقتل. شروع بالقتل. لا هذه ما شروع بالقتل، اعتبر نفسك براءة من الحين. لا لا لا. واكو واحدة بعد. شنو بعد؟ اكو واحدة سطيت لي على دكان ذهب شارع المباركة. اي سمعت عن البوقة اللي بشارع المباركة. اي 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 كفو. لما انت الاكو والماكو. كفو. لا 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 اعتبر نفسك براءة. لا ما قصرتي والله يا معود، تكفى. خفف علي عتيج تكفى، خلني اعرف اترزق الله. ان شاء الله. ما يصير خاطرك الا طيب. ما قصرت، ما قصرت يا الحبيب. انزين اليوم شنو اليوم؟ اليوم الاثنين. اليوم الاثنين، وباكر شنو باكر؟ باكر تروالي اللي مع بند. يا الله تطنز علي، الله يطول عمرك. قاعد اسالك انا اليوم الاثنين باكر الثلاثة. اي باكر الثلاثة، قول لي الثلاثة الحق ال 12. ثلاثة لا تزعل. دور هاليوم هذا، ها دور باكر ان شاء الله، ها الساعة 9 انا انطرك بالمكتب. ما تقص. حاضر جزاك الله خير. وانا ترى خاصة الحين. حياك الله خير. يا هلا. المكتب المكتب مكتبي. ما قصرت. وانا اخو والله، انا اعتبر نفسي اخو. ادري. انا بس اخدم، ودي اخدم الفريج بس. حياك الله. يا هلا. حياك الله خير. يا هلا. وانا شلون؟ انا اخوي مو انت الله يطول عمرك، انت هم شغلتك غير شغله. مو تراكي قالت لك ان مسوي لك استئناف بقضيتك خلص. يا معود لا تقول لي تراكي وما تراكي، ما يكفيك هالقوله هالحين تراكي وما خلني بيني وبينك المعامله مو بين تراكي، انا ماني مراجع تراكي، مو لي وحده. ما يخالف ما يخالف ما يخالف، انت يبا لا تراجع احد مو لي مره ثانيه. ليت تعال درعم على طول، واللي تبي انا حاضر. ايوه حاضر ان شاء الله. اي هذا إيه؟ معاملة رجال، عند رجال إيه ان شاء الله. مو هاي تحكم فيني انا لا لا انا قول وفعل. ها كف. خالك ما طلعته من السجن. كفو. ها كفو. يدتك يدتك من اللي طلعها؟ انا يعني انا اللي قاعد مسلم قضاياكم كلها. الله يطول عمرك. الولد الحين من السجن ولا بعد؟ والله دور هالاسبوع طالع. لا طالع طالع اللي طلعت يدتك. الولد طالع من باكر. طيب الله ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. انا وانا المكتب مكتبكم. ماني بوصي. الله يطول عمرك. حاضر حاضر. حياك الله. يا هلا يا هلا. حياكم الله. اوف المقرود نسى العصير. يا حج زيدان حج زيدان. هلا ابوي. وين العصير يبا؟ ناديتني؟ شنو؟ كني سمعت واحد قال عمري. اللي قال عمري حجي زيدان يبا. وقطيعه. اهلا اسفه. هالفريق. الو مرحبا. كيف الصحه؟ الو من يتكلم؟ اهلا. يا هلا كيف الصحه؟ لا انا اليوم ما اقدر لان ولا باكر رجاء. لا سمحي لي ارجوك، لان باكر عندي جلسه مهمه. ها وإيه لساعه 12 محتمل امرك مساء. مساء انا ممكن امرك واجيب قضيتك بالتمام يعني ان شاء الله. لا انا امر ان شاء الله، امركم البيت مره واحده. حياك الله. نعم. اي لا 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 ولا يهمك. لا اقول لك انا مجهزه ملفك اهو قدامي وحطت له رقم وخالص كلش. لا 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 ان شاء الله يكون خلال ايام القضيه منتهيه ولا يهمك. مع السلامه. تراشي؟ نعم. عندك احد؟ لا والله ما عندي احد. فارغه يعني؟ فارغه ما عندي شيء. عسى اوراقي جاهزه؟ كل شيء عندي. خلنا نكتب المذكره الفوريه هذه اللي انا باكر حق جلسه باكر. ان شاء الله. هات القضيه هملت مرور السالميه. اي حاضر. جاهزه عندك؟ ان شاء الله. كتبي اول سطر، تركي مسافه شوي. اي ما بدينا. اي ما يخالف، تركي مسافه الحين، تركي مسافه شويه. ان شاء الله. اي تركي مسافه. اي اول سطر. حضرات الساده. اي اعضاء هيئه المحكمه الافاضل. المحكمه الافاضل كتبت الجلسه. الاجلاء الاجلاء. لا كتبت عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله بالخير. هلا حط العصير وامشي. كتبت الجلسه الاجلاء. الاجلاء. نقطة أول سطر شولة علامة تعجب. قبل أن أستهل دفاعي في القضية رقم 299 مرور السالمية كتب عندك. سالمية. يتحتم علي أن أنوه بمجهودات رجال الشرطة الميامين. ميامين وضحيها. ميامين وضحيها لا تغلطين فيها ترى. ميامين من السجن. نقطة أول سطر أن موكلي كان يقود سيارته وفجأة استوقفته سيارة الشرطة علامة تعجب، وحررت له مخالفة قدرها عشرة دنانير. علامة استنكار شولة.
وبما ان سيارة موكلي من صنع الخمسينيات ولا يمكن بسيارة مثل عمرها ان تسرع هذه السرعة الفائقة، علامة استنكار، علامة استفهام، نقطتين وشولة صغيرة. شولة صغيرة؟ اي. كتبت عندك؟ نعم. لذا وضحيها لذا اطلب من عدالة المحكمة تكوين لجنة مكونة من مدير المرور والخبير الفني والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية والمراقب العام لهيئة التثمين معاينة السيارة، وذلك على نفقة موكلي، حيث أن السيارة لا يمكن أن تسرع إلا بضع كيلومترات. بضع اي وضعية بضع بضع الكيلومترات مترات. ها؟ لذا أطلب من عدالة المحكمة اي الإعفاء عن موكلي حيث أنه غير مذنب. وشكرا شكرا. اي خش مذكرة. ذهب أدري. يطلع من حالتك ذهب. الله ينصرك، الله يرزقك. الله قول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قضية مثل هذه اول الله لازم نكسبها. بالك بالك. السلام عليكم. يا هلا نورة قوة. الله يقويك. خير. يا هلا نورة البركة. يا يم بكر تفضلي بكر يا يم. أنا آسفة على الإزعاج. ليش؟ لكن أنا ماني غريبة يا عم عتيج. لا حشم أنت غريبة، المكتب مكتبك والبيت بيتك وأنا حسبة عمش ماني غريب. الله يخليك يا يم. خير. أنا أدري إيش حقها يا يم. جيتك هذه فيها شيء. أدري يا يم الحين اليوم آخر الشهر وتبين معاشك من عمك. لكن شو اقول لك، انا شوي انشغلت اليوم ما قدرت امر عمك عشان اجيب معاشك منه، لكن الليله ان شاء الله عقب العشاء امره وحاضر من عيون الثدي. لا انا ماني جايه علشان كذي. والله الحمد لله ريحتيني ريحتيني، لان عمك الله يهداه الله يهداه ويطول بعمره ريال عصبي واكشر. ما قط مره رحت له يا نوره ابي معاشك منه الا وخانقني وزفني قدام الله وخلقه، لكن اللي مثلي متعود على الزف والخناق والحمق وذي شغلنا كله مع المجرمين ومع الله يهداك يا عمي. الله يسلمك. وانت ما اخترت الا هالوظيفه هذه؟ والله هذه الوحيده الوظيفه الوحيده اللي روحت فيها ونجحت فيها ومشيت. اشتغلت طباخ ما نفع، اشتغلت مضمد في المستشفى الامريكاني ذيك السنه فنشوني، فشفت قلت ما كل اشتغل محامي او وكيل محامي وزين مشيت زين الحمد لله. زين احسن من غيرنا احنا. ومتى ناوي ان شاء الله تطلع من هالمكتب العتيق؟ على بالها المكاتب فهي لعبي حال. يبه وين المكاتب نار الله الموقده هالايام، المكاتب بالمتر ياجرون بالمتر. وين فينا شده؟ وين فينا شده؟ هذا هم مكتب وهم سكن. الله كريم. انزين يا عمي افرض انه باكر يو يبي يهدمونه، انت وين تروح؟ هذا احنا صار لنا الحين 15 سنه ما حد يمنا، ويمكن ناسين المنطقه كلها وديج ومني لاهدموه يصير خير. ربك موجود يفرجها ان شاء الله. ربك الله يوفقك يا عمي. الله يخليك تسلمين. الله يطول عمرك. والله انك تستاهل كل خير. شو نسوي؟ نصيب. شوف كل شيء نصيب هالدنيا. اللي ما يغني الله تعبان. ولا اللي مثلي يا نوره عقب هالعمر الطويل، عقب هالاشغال، هالسنين اللي كديت فيها، اشتغل وكيل محامي، بعد مو محامي لا وكيل محامي، ومن عنده عاد. اللهم ايش اقول لك عنه؟ عند واحد يلوع الكبت يبطل كبد نيس بذل مو شيء، بس ليش انه متخرج الاخ وانا لا. هذا الفرق. اي مو هذا اللي اسمه ايه اسمه احمد يكيكي. احمد يكيكي هذا هو. هذا انا اشتغل عند هذا على الله وعلى هذا انا عايش. صدق يا عمي على طاري محاميك. ايه؟ انا كنت جاي علشان استشيره في مساله قانونيه. نورة شو الحكي يا نورة؟ افعلك بس افعلك. لا 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 خليتني ازعل منك.
لا يا عمي. تعال ما اقصد انا. شو ما تقصدي؟ الله يهديك. انا موجود، عتيج عمك موجود بالخدمه 24 ساعه. تروحين حق يكيكي؟ لا ما اقبلها منك. وبعدين احب اقول لك انا عن احمد يكيكي، هذا انا مسميه بلاع البيزه، ما يبطل حلجه الا بفلوس. يعني اقل استشاره بيحكك ب 670 دينار ولا ما اقبلها لك. اي مو انا برفع قضيه على واحد وابي اوكل محامي. قضيه؟ ايش حق القضيه؟ ابي اسحب وصايه عمي عني، لان تعرف الحين انا كبرت وبلغت سن الرشد وما ابي احد يكون وصي علي. اي صدقي لحق. اي وصيش حق، انت بنت مثقفه وفاهمه وتعرفين اللي سرك من اللي يضرك بعد. وصيش حق يا اهلتي. والسبت الجاي اكمل 21 سنه. 21؟ اي خوش، هذا سن قانوني، هذا ما الحق معك. لكن كلنا معك، وانا اقول الحق معك، وانت ما تبين وصي، لكن عمك الله يطول عمره اكشر، هذا يبي له ذيب يوقف بويها، يبي له سبع، يبي له واحد اكشر مثله ينشف ريجه يلا يطلع حلالك، ولا ما تنجح قضيتك يا نوره. اي ليه متى تبيني اسكت عنه؟ ليه متى تبيه وهو مسؤول عن حلالي؟ ليه متى تبيني انا ما ادري عن فلوسي يا عمتي؟ لا مو حق، ظلم هذا، ظلم. لا ليه متى؟ وانت منتي قاصره؟ انت فاهمه امور الدنيا وتعرفين كل شيء. لكن ايش اسوي؟ انزين خير. وش كثر تكلفني القضيه هذه؟ انت الحين ازمه يعني مش اي يا عمي. ها يعني جيتش حق هذه؟ اي الحقيقه هي تطول تطول، مو ما تطول يعني، تكلف تكلف وتطول في نفس الوقت. بس انا تدري شلون، انا احب اخدمك. انا اكلم هذا يكيكي لان انا اشتغل عنده، اما يجمع له قضايا احاول اني ما اخليه ياخذ منك شيء نقدي مقدم، اخليه يدافع بقضيتك. اذا نجحت القضيه تحاسبين هذيك الوقت. انزين يا عمي وش كثر تكلف القضيه هذه؟ يعني اقصد الوقت خلص، تطول في المحكمه. اوه مساله تطول، مو تطول وبس، تقطن تعفن. لكن لا على عتيج، لا عتيج بشغلات الحلبنتيه يمشيها لك، لان كلهم ربعي اللي بالمحكمه وهم ما يقصرون طيبين، وانا هم ما اقصر، ما يخدم بخيل. اللي موصل للإدام، واللي اودي عيال المدرسه، ها واللي قبل اسبوع، مثل قبل اسبوع مدير مرت النائب العام ولدت علي بالسياره، قلت على راسي. فاحاول ان اخليهم يعني شوي يستعيلون قضيتك وتخلصين ان شاء الله. زين وشنو المطلوب مني؟ ها المطلوب منك انت يعني شنو الاثباتات وشغلات؟ اي بالضبط. ماكو شيء يسوى يعني، شهاده الجنسيه، وشهاده ميلادك، وشهاده حسن السلوك من المباحث، وشهاده مستشفى الاعصاب انك انت في كامل قواك العقليه، وشهاده تطعيم ضد الجدري، وشهاده حصر وراثه، وشهاده من مختار الفريج انك انت وحيده امك وبس. والشهادات هذه منين يطلعونها يا عم عتيج؟ مكتبنا موجود وهذه شغلتنا. عتيج عندك؟ الظهر بتعبك معي وايد يا عم عتيج. يا 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 انا بس احب اخدم بنت الحجي. بنت الحجي تطلب لي شيء، عيوني المركبه لك الله يطول عمرك. ابوك ابوك افضال علي لهني، انا غرقان بافضال ابوك الله يرحمه. انت ما لحقت عليه، ما لحقت، صغيره انت. كان طفاره الثور، هو مو لا تزعلين، مو لانه ثور، لانه كان هو يثل. سلم ان شاء الله يثل وايد ومربي شوارب مثل قرون الثور، فحت راحت عليه الثور. الله يا حسين ويا زين سؤال، فالله يرحم، الدنيا ما تسوى الدنيا. الله اي والله، ولا يهمك. واتعاب القضيه بعد يعني الرجال، رسومات القضيه هاي تكلفتي حوالي 15-20 دينار. يعني انا اسف اللي اطلبهم منك، لان تدرين احنا الحين باخر الشهر يعني. انت اليوم مو رايح حق عمي علشان تجيب معاشي منه؟ بل عمش واللي يرحم والديك، لا تبين طاري عمك، طاري عمش لا تبينه. ما يخالف يا عم عتيج علشاني، روح اخذ منه معاشي واخصم قيمه الرسومات. يعني نخصم الرسومات منه؟ ايه بس لا يصير بخاطرك، ترى غصب علي يا نوره، والله غصب علي عتيج. ولا انت عزيزه؟ الله يخليك. غاليه؟ الله يخليك. غاليه بنت الحبيب؟ الله يخليك. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. حاضري ممنونين، ولا يهمك، حاضر ممنون. قعدتك والله ما تنمي يا الله. الله يسلمك. وين رايحه؟ بروح البيت. وين؟ تو الناس ابوي، تو الناس، قعدتك حلوه وانا تحت امرك. الله انت 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 انا عمش من اشوفك، انت صغيره كنت هالكبرت بالفريج، وانا اشيلك عند حجي زيدان ما غيره، اشتري لك برد وكاكاو وذي. الحين كبرتي علينا الله يطول لي عمرك، اخذي شكلتك بس هذه. الله يهداك يا عم عتيج، احنا كبرنا وانت لما الحين لا لا لا. الله لا لا كبرتي صحيح، لكن ما كبرتي على عمك عتيج ان شاء الله. اخذي يلا. اخذت الكبيره هذه اللي ما تبي. يا حليلك الله. يلا انا قاعد اتخيل الحين المحكمه
شلون محاوطين عمك وقاعدين ينشفون ريجه وبيطلعون منه حسابك عالي. الله يهدى عمي، بس ريال ريل في القبر وريل في الدنيا، وكل همه الفلوس. أيه. تصدق؟ نعم. قبل كم يوم لزم علي اني ابي عرض اللي في بحليفه. عسى ما وافقتي. لا ما رضيت. هاي له بكيفه. زين سويتي قاعد يقولي لي شلون والله. تعالوا ليش اني ما رضيت؟ أيه. زعل علي. يطق راسه بالطوفه. وازيدك من الشعر بيت؟ لا تزيديني اعرفه. لا يا عمي خلي ازيدك. زيدي يلا. شوف ما يبيني ادخل الجامعه. ليش؟ انا ادري عنه؟ ما عليك منه خي ولي. السنه الجايه اول الله، اول الله السنه الجايه. انا اكمل ليلي اخذ الثانويه وانت اخذ الثانويه وندش كليه الحقوق. اي. عم عتيج؟ خير. انت ليه الحين ما اخذت الثانويه؟ ها؟ انا ما اخذتها وصار لي مده والله فيها. ليش؟ ودراسات الليليه شوي متعبه. وبيني وبينك كل سنة وقت الامتحانات ييني ذاك لسهال تيني صخونة ما دمني حظ يا حال زعاطيط على هالطولهم ياخذونها وانا مقرز فيها من 5 سنين حظ. لا انا متأكدة ان السنة هذه بتاخذها. لا ان شاء الله السنة هذه يا اخذها يا تاخذني يا فوضى. والله ان قعدتك ما تنملي يا عمتيج. يلا انا استأذن. حياك الله. مع السلامة. يا ديري بالك من سيارات ابوي. ان شاء الله. سيارات ترى. ها يا أنا ماكو مو مضيق خلقي بهالدنيا إلا شايتين هالثانوية العامة اللي صار لي 7 سنين أفحط فيها وكلمة يا عمي اللي تقولها نقرة. انزين تروح حق المخازن وأنا أقول حق أبو بدر. يا هلا حياك الله. سلام. سلام. يا هلا. ابو بدر موجود؟ من حضرتك. نعم؟ من حضرتك. اي تفضلي هاي الكرت اعطيها. هذا الكرت فاضي مو مكتوب عليه شيء. انت راويه وهو يعرف على طول. مين يعرف؟ الكرت فاضي مو مكتوب عليه شيء. مو يا بنت الحلال انا الانسان الوحيد اللي ما اطبع اسمي على كروتي عشان كذي كل من يعرفني. لا تضيع عملنا واخذ كرتك العتيج وروح. كاش عرفتيني لا طولي عمرك كاش عرفتيني انا عتيج المسيان انت راوي الكرت هو يعرف. انتظر دقيقه. لا ما اقدر انطر موليه ما اقدر. عندي ناس؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر انطر ولا دقيقه. ليش؟ ما اقدر لان بس انطر اتوتر. ايش حق التوتر؟ من الله هالمكان الوحيد اللي يوترني. دشي عليه قولي ارحم والديك. شوفي اذا مو متوتر خليها تدش عليه، اذا متوتر لا تخليني اتوتر معها. انزين انتظر. يلا بارك الله فيك. اخذ التوتر. يا عتيج يا مرحبا حياك حياك. وينك يا رجل؟ صار من زمان ما شفناك. تفضل 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 عرفني تفضل. يا مرحبا يا هلا حياك الله يا عتيج. حييك يا عجبه اول مره يسلم علي بدينه. اللهم اجعله خير. ليش واقف يبا؟ تفضل استريح. خير؟ تفضل استريح يا رجل. انا مستريح سيدي طال عمرك. تفضل يبا تفضل. يا هلا ومرحبا. كيف الصحة؟ كيف صحتك والشغل؟ والله ماشي. كل شغلنا ماشي على حسب الوصول. خبرك على الله وعلى هالمكتب. واحنا على الله وعلى مشاكل الناس. طالما الناس مو متصالحين ومو متفاهمين احنا رزقنا من وراء المشاكل. وطبعا جاي علشان تاخذ معاش بنت اخوي نوره مو كذي؟ والله مثل ما تفضل. اي احنا حاضرين. ما في زحمه. وبالشوفه. احنا بالشوفه. الحين نكتب شيك بألف دينار البنت اخوي نوره. ما اسمع. قلت سلمك الله شيك بألف دينار البنت اخوي نوره. ألف دينار؟ اي مات الله. انت متعود تاخذ هالثمانين دينار كل شهر وتودي لها. صحيح. لا يا عتيج الحين البنت كبرت تبي لها مصاريف تبي لها كتب. اي ترى والي الثمانين دينار ما تكفيها. والله طول عمرك ريال حقاني وتعرف الحق وتعرف الواجب من نفسك بدون ما حد يعلمك. ريال والنعم. الله يسلمك يا عتيج. الله يسلمك. لا قول لي الحين هي ما توظفت لما الحين؟ بلى توظفت في روضه الفرزدق. قلت لي هل تقضي وقتها يعني تسلى احسن من قاعده في البيت. ما ادري انا ترى والي لو تدرس بالجامعه مو احسن لها. ها؟ جامعه؟ اي بلى
سمعت منها انك انت منت موافق على دخولها الجامعه. ها؟ اي بالاول انا كنت ماني موافق. وبعدين حسيت بسخافتي. توك حاس عمي. ها؟ اقول الخبر هذا بيفرحها وايد يا عمو بدر. اي والله. يا الله حسن الخاتمه. الحين الواحد منا وش بيسوي بهالدنيا؟ ما يتمنى الا رحمه الله ورضا الاهل. اي وبعدين يا عتيج انا الفلوس هذه وين بوديها؟ اولها وتاليها لهم. جزاك الله خير. لا وبعد سلمك الله بعد نويت اني ازوجها واتطمن عليها. من تزوجها؟ نوره. نوره؟ اي من حقه. ازوج نوره بنت اخوي لولدي بدر ولد عمها واولى فيها من الغريب. بدر؟ اي. عمي سؤال لو سمحت. تفضل. بدر طلق حرمته. لا يا ولدي ما طلق حرمته، ايش عندي طلق حرمته؟ زياده الخير؟ خيرين؟ يعني يتزوجها على مرته؟ اي يتزوجها على مرته على سنه الله ورسوله مثنى وثلاثه ورباع. آه يدوب لهم يعني. يدوب لهم. يدوب لهم. انا اقول ايش حقك كاتب لي الالف دينار ولا مو لله؟ خذ من كيسه وعايده. ولا تنسى يا عتيج ان نوره كبرت صارت مره. اي كبرت وصارت مره وبلغت سن الرشد. وانت خفت البنيه تطالبك بحلالها لفيت هاللفه عليها وكتبت لها الشيك علشان تسد حلجها وتسكتها. انا اقول شو الكرم الحاتم اللي نزل عليك؟ ولا ماني خابرك كريم موليه، خابرك حزره ما تندي رزين شلبنه. احترم نفسك عتيج احترم نفسك. واذا ما احترمت نفسي بالله؟ اذا ما احترمت نفسك تعرفني انا وراي رجال، انا صاحب شركه علي بابا والاربعين. حرامي ندري. حرامي كناري يدث وكناري. كناري. حرامي سويته كناري. كناري. نزل ايدك احسن لك. نزل ايدك. عيب انا بمكتبك عيب. نزل ايدك. فعليك بس فعليك. انا ادري الله يهداك انت مالومك انا ادري انت ليش صاير هالايام عصبي، حالتك الماديه واقفه وتبيلك بيزاد دهان سير. انا ما عندي مانع اني اعطيك الوجه الله. لا اشكرك، لا تحاول ترشيني، انا لا يمكن ابيع ضميري بثمن ارجوك. انا لا يمكن ابيع ضميري واوقف معاك ضد اخوك وضد بنت اخوك المسكينه. يا نعم. ولا عليك يا عتيج، زين انت لا وقف معاي مو بشيء، انت يا الحبيب مثل اخوي وانت عاون. لا وبعدين لا تنسى يا عتيج انت الوحيد اللي تقدر تاثر عليها وتقنعها. ابد لا تحاول. انا عتيج معروف عني اني دائما اكون مع الحق ونصير المظالم، لا يمكن اوقف معك، لا يمكن، لا تحاول. وازيدك من الشعر بيت، من اليوم ورايح انا بكون وكيلها وانا اللي بطلع حلالها من عيونك. لا. اي نعم. من تقدي يا عتيج ترى تندم، انا بوكل اكبر محامي بالديره وانت تعرفه عام من عمامك احمد يكيكي. احمد يكيكي يكيكي انا عايش على الله وعليه، بيخلي يكيكي يتشمت فيني. قبل لا تغير رايك فكر وقول لي.